ألف مبروك يا عمتي، وألف مبروك يا دكتور، وإن شاء الله بالرفاه والمرين. منك العيال ومنها المال، أقصد منك المال ومنها العيال. أي والله ألف مبروك. الله يسلمك يا أبو هلال. نعم. طلعت ولد شهم وابن بار. ابتسم إن شاء الله. يعني تشيز؟ ها؟ ابتسمي مع المعاريس. ها؟ على بالي تقول مع السلامة. ما شاء الله عليها المصورة، أكيد الصور راح تطلع يا ندى بدون فلتر. حلوة. إي والله ما شاء الله عليها. إيه لها قلوب حب الظاهر. إيه يلا يابا، أنت طولتي ترى. شنو تصورين برج إيفل أنت ولا جبالها ملايا؟ فحتى المصورة هذه. والحين يا دكتور صرنا نسايب وأسرة واحدة مشتركة، عاد ها يعني النجاح بالمركز مضمون، والأسئلة يعني نجاحي بامتياز. الله يقطع شيطانك، هزارك صغير. دكتور ممكن نتأخرتم؟ يلا يبا خذ زوجتك على بيتكم، ترى وراكم طريق طويل. تصدق أنا القلطان اللي رايحت لهم الحفلة، قلت بوقف معاها بوجبها، هالعيوز طلعت مو بمصدقة عمرها، كأنها ماخذة براد بيت. ولا هذه الهدية قاعدة طول اليوم مواعظ وحكم ومواعظ وحكم. أنا هذه الهدية مو مرتاحت لها، من قبلت عليكي من قبلت قلبي مرتاح لها. وأنا بعد قلبي مرتاح لك. يعني أبو دارس أنت شنو من الحريم؟ أنت شنو؟ صار للساعة تعيد نفس الكلام. لوك 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 لوك، أنت شنو؟ ما تتعبين، ما تعيزين، ما يصيدك اي شيء. بعدين تعالي انت بروحك قايله انا مش معزومه، شو وديت؟ ليش رزه وجهك؟ ليش؟ كان قعدت ببيتك ربطت لسانك، احسن لك واحسن لي. تصدق انا القلطانه اللي قاعده اسولف معاك، قلت ريلي بيسمع سوالفي بياخذ اللي بخاطري بيتعاطف معاي، بس للاسف انت اكثر انسان ضدي. أنا بروحي متعاطف مع أهل الفريد المساكين هالبظلومين هذيلن، ومستحملين لسانك طول هالمدة يعله القص. أنا أقول أروح أنام أحسن لي، بالإنجليزي sleeping. خف علينا، بالإنجليزي sleeping. Oh my God, go away. يا جعل مبروك. ما شاء الله بالرفاة والبنين. أنا شلون بعيش من غير عمتي حلوة اللبن هذه العزيزة الغالية؟ ما وصيك يا دكتور تكفى واللي يرحم والديه، حط عمتي بعيونك الثنتين وعزحلها، ترى عمتي حساسة. في عيون الاثنين، في عيون الاثنين. تسلم عيونك. وين رايح الله يسلمك؟ الباب يبا بني. مش غرفة هدوتي فوق؟ شنو؟ هدوتي؟ مش غرفتك فوق؟ اي فوق. اي فوق؟ خلاص دكتور، ام ندى صارت زوجتك. يلا يلا توكل على الله، عوضني عرض كتابك مني وانت بيتك. الله يغربل سوالفك يا ابو هلال، يا ابو هلال ما تزعجني في ليلة فرحي. شنو تزعجني؟ ما تزعجني، مالت عليك وعلى ليلة فرحك مع البوكس اللي حاط على راسك. انت من صدقك بتطلع فوق؟ ايوه من صدقي اطلع فوق. انا فكيت البيت بتاعي وبيتي شقة صغيرة، وهنا ما شاء الله البيت واسع. وبعدين تعال هتهوتي عايزة تعيش قريب من بنتها. انت ما خبرتي ويا هتهوتي ولا شنو؟ وي ليش اقول له ولا خبره؟ ترى هو بيت بنتي مثل ما هو بيته. امسكي كوي بخار. بيتك طل انت وبنتك، اسمعني ما طول النفس عليك طيبة، ترى انت ما شفت الجانب الثاني من شخصيتي. اسمع اقرا هذه ام لسانين الحي الكبرى وطس لاعدمك هني في بيتي على بيتي. احترم نفسك سوي عادي، احترم نفسك واحترم زوجتي المحترمه. انت امام محامي محترم وامام زوجه محترمه، اوعى تنفعل. بوظت علينا اليوم، خربت اعصابنا. اخرس، هذا اعتبره تهديد في بيتي. اعتبره زي ما تعتبره، احترم نفسك. ندى لو سمحتي ممكن تدلين على الطريق؟ أنا لسه ما تعودت على البيت، هتعود عليه في الأيام الجاية إن شاء الله. عمي إن شاء الله. إن شاء الله بعينك. لا تنسين اللوكيشن بعد. يا من شرانة من حلالة علّة.